اوكي اناليسيس انا هنا نحلل لماذا كيف وما شابه السبب اللي هي الاناليسيس اوكي من خلالها نرجع للريسك اسسمنت هذا اللي صار عندنا احنا مش كنا اخواني هذا السيستم الستاندرد مبني على اساس اجراء وقائي اول خطوه من كنا نعمل اللي هي هازارد ايدنتيفيكيشن انفايرمنتال بيئيا وصحه سلامه نعرفنا لهم حددناهم وضعنا اليه الكنترول فاذا هذا حدث معناه ان عندي مشكله في التعريف الاول اما اي ديد نوت ايدنتيفاي او انا عرفتها ولكن الكنترول اليه الضغط غير مناسب فهنا بنتعمل التحليل او بنسميها ايش؟ اناليسيس او الروت كوز اناليسيس تحليل او تحديد السبب الجذري السبب الجذري مثل ما قلنا انه هو السبب الرئيسي الذي ادى الى هذا طيب شلون اوصل مثل ما شفنا الاول اللي تحت الماكينه لا الاوبريتر ولا مسؤول الصيانه ولا الستور ولا المبيعات طلع من الاداره فهي دائما حتى اوصل للروت كوز دائما لازم استخدم مصطلحات واي 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 حتى اوصل لبيت اند لماذا؟ لماذا؟ لماذا ومن؟ لماذا ومن؟ حتى اوصل في الاخير وصلنا للمدير العام. فهذه الفكره حبينا نعطي هذا المثال انه الحين لما نحدد السبب الجذري شو بنعمل بعدها؟ روت كوز نعمل ثلاثه خطوه بعدها كوركتيف كوركتيف اكشن اجراء تصحيحي صحيح المشكله الهدف انه ليش عملنا الروت كوز اناليسيز يا اخواني؟ حتى ما ترجع تتكرر نعالج المشكله من جذورها انا كل يوم قاعد اصيب بصداع اوكي كل يوم باخذ حبتين باراسيتامول او بنادول شو عملنا؟ هذا كوركتيف اكشن؟ نو هذا اسمه كوركشن كوركشن تصحيح الاجراء التصحيحي راح نمر عليها وضمن المتطلبات الموصفه كوركتيف اكشن ان تحدد سبب المشكله وتضع حلا لها من المصدر مثل البليوشن باث واي شفنا من المصدر المسار ومن ثم الريسبتور